الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أيامكم بالخيرات والمسرات والبركات يا رب العالمين. قولوا آمين مع أخي الغالي والحبيب الصديق القريب إلى قلبي أبو باسل الشيخ منصور. حياك الله يا شيخ منصور. عبد الرحمن جاني بكل جنة. آمين. أعظم كلام، أجمل كلام، أحلى كلام، أروع كلام، كلام الله سبحانه وتعالى. خلونا نحب نعيش شيء مع كلام الله سبحانه وتعالى. كل واحد منا يبغى يعرف أو يبغى يحفظ كلام الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يحب سمى هذا القرآن العظيم هداية للناس. اسمعوا ماذا قال الله في القرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. يعني نقول لكل واحد يسمعنا، تبغى الهداية في حياتك، تبغى السعادة، تبغى الراحة، تبغى الاطمئنان، أقبل على كلام الله سبحانه وتعالى تجد الراحة والاطمئنان بإذن الله سبحانه وتعالى. أكيد في ناس الآن يسمعون يشتكون من الأمراض، من التعب، من الآلام. الحل والعلاج في كلام الله سبحانه وتعالى. اسمعوا ماذا يقول الله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. طيب أبو باسل، كيف نفرق بين الحق والباطل؟ عليك أن تتمسك بالقرآن العظيم. الله جل في علا قد سمى هذا القرآن فرقان. الله أكبر. وننزل من الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الله أكبر. ما أعظم كلام الله وما أكرم كلام الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يحب يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. إذا أردت الرفعة في الدنيا والآخرة تمسك بكلام الله سبحانه وتعالى. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. القرآن 30 جزء والشهر 30 يوم، لو قرأت كل يوم جزء تختم القرآن في شهر. كل يوم يمر من حياتك 1440 دقيقة، كم للقرآن نصيب منها؟ أوصي كل من يسمعني إنك تتمسك بكلام الله. المحروم اللي يقرأ كل شيء، يقرأ الرسائل في برامج التواصل، في الواس، في الانستغرام، في السناب، في غيرها، يقرأ الأخبار. والمحروم اللي ما يقرأ القرآن ما يكون له نصيب مع القرآن. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من القرآن. قولوا آمين. أختم يا أبو باسل: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. قال العلماء: زيادة في المبنى زيادة في المعنى. الله. قال: والذين يمسكون، ما قال والذين يمسكون، الله أكبر. جعل الله عز وجل شده على السين، زيادة في المبنى زيادة في المعنى. الله عز وجل يريد منا أن نتمسك بهذا القرآن تمسكا عظيما. الله أكبر. حبل الله، حبل الله المتين. الله، من تمسك به نجا ومن تمسك به دخل الفردوس الأعلى من الله جميل. أكبر. الله يسعدك أبو باسل. قول آمين. أسأل الله أن يجعلني ويجعلك ويجعل كل من يسمعنا من أهل القرآن. قولوا آمين. استودعكم الله والسلام عليكم.